التقى وزير التعليم العالي والبحث والابتكار بيوم أدريان مالو مع أعضاء الاتحاد الوطني للطلاب التاديين وأعضاء نقابة الأساتذة والباحثين، وذلك في إطار إيجاد حلول عاجلة لأزمة التعليم في جد. خليل حسن. بعد أسبوع من توليه زمام الأمور بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، أدريان مالو يعقد لقاءه الأول مع أعضاء مكتب الاتحاد الوطني للطلاب التاديين، وقد تبادلت محاور اللقاء حول النظم والمهام التي تخص الشأن الطلابي والحوار معهم من أجل الرقي بالتكوين العلمي والتأهيل المهني والعمل على توفير متطلبات الطلاب بحسب الوزير أدريان مالو، مضيفا بأن هذا اللقاء سمح له بتقديم تهاني العام الجديد للطلاب متمنيا لهم سنة علمية موفقة. وبعد خروجهم من المقابلة، أوضح الأمين العام للاتحاد عن هدف هذا اللقاء وما خرج به من إيجابيات. بالنسبة لمحتوى هذا اللقاء، ناقشنا بما يخص المواصلات وبما يخص توفير الخدمات الجامعية بصفة عامة. الآن عدد الطلاب في الجامعات عدد كبير جدا، فالباصات الموجودة حاليا هي لا تكفي لنقل كل الطلاب. نحن طلبنا منه أن تتوفر جميع الخدمات الجامعية وأن يتمر الطلاب في بما يخص منها، فالآن هي حولت إلى الخدمات الجامعية. فنحن طلبنا منهم ومن الحكومة عموما توفير هذه الخدمات الجامعية بصورة عامة وبصورة كافية حتى يتلقى الطلاب كل ما يريدونه من باصات ومن مطعم وغيرها من ذلك، وما يخص الانترنت وغيرها من ذلك. ويعتبر هذا اللقاء هو اللقاء الأول للوزير أدريان مالو مع الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين منذ أن جاء على رأس هذه الوزارة. وإلى الزيارة التي قامت بها وزيرة المرأة والأسرة التضامن الوطني أمينة كوجيانا إلى مركز الأمل لرعاية الأيتام مركز إداري كندل برفقتها الأمين العام بوزارة وممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف سعيد أحمد. تهدف الزيارة إلى إلقاء نظرة عن قرب على مركز الأمل بكندل، والذي بني خصيصا لاحتضان الأيتام والمتشردين من الأطفال، وعلى حسب ما جاء به مدير المركز هينيفيني فرانسوا باتيزيري بعد ترحيبه بالوزيرة والوفد المرافق لها، قال إن مساحة هذا المركز شاسعة، وهناك بعض المخالفين للقانون أخذوا بعض المساحات قصرا وغصبا وجعلوا منها منازل وحدائق لهم، ويجب أخذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما قدم طلبا للوزارة بمساعدة المركز بالمعدات اللازمة كي يعطي نتائج أكبر وأفضل. وبعد تفقد الوزيرة لأرجاء المركز واطلاعها على المباني التي تم ترميمها والتي لا تزال قيد الترميم، أدلت بالتالي: بروتكسيون أمي وغنايا ده أوبجيكتيف بريمورديال أنا رئيسنا إدريس ديبي إكنو دونك أني نقول نسو أنا جويتنا لغوفرنمان تكومبي تشد هيلا السنتر ده يبقى سنتر فار ما خلاص دل أنفان في سيتياسيون ديفيسيل دل ده ألما إندوم ألما إندو مش الأنفان لاري دول لما أنفان في سيتياسيون ديفيسيل سافي دارنا ما كتير ناس تعبانين كل قابل أصلا ماشينا يعمل خشمبار ما شفتو جاردين ده كان قدرنا كلينا ترتيب ده ما مياش. أما ممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف فيليب براين بوغيت قال إنني مسرور من سير العمل بهذا الشكل، وهذا يجعلنا نواصل دعمنا لوزارة المرأة والأسرة والتضامن الوطني حتى نصل إلى أعلى نتائج ممكنة. مركز الأمل بكندل لرعاية الأيتام والأطفال المتشردين أسس في 22 من ديسمبر عام 1961، تقدر مساحته بأكثر من 380 هكتارا. في خطاب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للأمة التشادية بمناسبة العام الجديد، تطرق إلى الانتخابات التشريعية المقبلة لهذا العام مشيرا إلى الجوانب السياسية والانتخابية. الزميل محمد طاهر صالح سلط لنا الضوء على هذا. إن المشهد السياسي الذي تتطلع عليه الطبقات السياسية في ظل الإطار الديمقراطي هو أحد الأولويات لهذا العام الجديد، فالعراق السياسي وما يتضمنه من انتخابات تشريعية تناولها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة التشادية مطلع العام الجديد، حيث أكد رئيس الجمهورية بأن الانتخابات التشريعية ستجرى خلال هذا العام
وبمشاركة الأطياف السياسية المختلفة، تأكيدا للنهج الديمقراطي والعمق السياسي الذي تشهده تشاد في أكثر من إقدين من الزمن. ندعو كل المواطنين هنا الداخل والقاعدين في الخارج، خليه يكونوا حاضرين وناشطين، كنا الوقت جاء عشان ينطوا طابي توافقي ووطني للمستند النهائي. خلي الموقت التاريخي المهم في حياة الوطن ده ما ينطم للناس كلهم. واجب الفكر الجماعي ده يبقى قدام من الشعور والاعتبارات السياسية. المواطنين الأعزاء، مثل تعرفوا الولاية الحالية هنت البرلمان مدتها زادوها مددوها لأسباب ظروف اقتصادية، فقال نعلن في بداية السنة الجديدة بكون الانتخابات التشريعية تبقى في سنة 2018. الانتخابات التشريعية دي قاعدين برجوها كل الطبقة السياسية التشادية، وتبقى بلشك وقتنا نشاط سياسي حار. من الآن نطلب من مختلف الناشطين السياسيين خليه يكون عندهم معنى هنا المسؤولية ويتهلوا بروح الوطنية. ودعا رئيس الجمهورية القادة السياسيين بأنه آن الأوان لبلورة الانتخابات التشريعية بعد أن جمدت في فترة وجيزة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تشاد، وعليه فإن الجميع أمام رفع التحديات الأمنية والسياسية لتحقيق النمط الديمقراطي الذي تعيشه تشاد. قام مؤخرا وسيط الجمهورية والوفد البرلماني المرافق له بزيارة إلى مدينة سار حاضرة شرق الأوسط، وذلك بعد الحادثة والمشاجرات التي أودت بحياة أحد المواطنين. محمد شرف الدين وتفاصيل هذه الواقعة. بعد الحادثة والمشاجرة التي وقعت بمدينة سار حاضرة إقليم شرق الأوسط والتي صار ضحيتها أحد المواطنين، لذا قام وسيط الجمهورية عبد الله أحفدين والوفد البرلماني المرافق له بغرض حل النزاعات التي حدثت بين المواطنين في الإقليم. وفور وصوله أقد الوسيط والوفد المرافق له لقاعات مع الأطراف المتنازعة، استمع خلالها إلى شكاوي كل الأطراف المتنازعة، ليعقد بعد ذلك سلسلة من اللقاعات مع جمعيات المجتمع المدني والسلطات التقليدية بمقاطعة لقيرو، وذلك بحذف فض النزاعات وبسط الأمن والسلام بين أبناء الإقليم. محافظ مقاطعة لقيرو أدم حارون محمد تحدث عن الحذف من هذه اللقاءات وأهميتها لإحلال السلام بالمنطقة، طالبا من أبناء المنطقة توحيد الصف لتفويض الفرصة على المخربين. وسيط الجمهورية عبد الله عفدين قال بأن التعايش السلمي بين المواطنين لم يقف يوما في خطابات رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو، وذلك نظرا لما يليه تجاه الشعب لأهمية التعايش السلمي فيما بينهم، مضيفا بأن زيارته هذه جاءت لشد عزل المسؤولين والإداريين بالمنطقة والقيام ببسط عملية السلام في أوساط أبناء المنطقة. أطلق صباح اليوم حاكم إقليم سيلا بمدينة جوز بيضة نشاطات القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير بحضور عدد كبير من العاملين بالمجال الصحي بالإقليم. عبد الله هارون. مؤسسة القلب الكبير وأبعد المقيم الطبي لعلاج مرض العيون الذي أقامته قبل أسبوع بمدينة عبشة ها هي اليوم تواصل في تنفيذ مشاريعها الخيرية، لكن هذه المرة هنا بمدينة جوز بيضة حاضرة إقليم سيلا عبر المقيم الطبي الذي ينظم خصيصا لعلاج مرض العيون. وخلال هذه المناسبة التي نظمت من أجل الانطلاق الرسمي لنشاطات المقيم بمشاركة أطباء سودانيين يمثلون مؤسسة البصر العالمية السودانية، فقد أكد ممثل مؤسسة القلب الكبير بإقليم سيلا محمد السوار بأن هذا المقيم الطبي يأتي تلبية لنداء المرضى الذين يعانون من مختلف أمراض العيون بإقليم سيلا. رئيسة بعثة مؤسسة القلب الكبير الشمس الهدى عبكر كدده أكدت هي الأخرى بأن هذه الغافلة تأتي ضمن اهتمامات سيدة البلاد العلا التي توليها بصفة خاصة لسكان الإقليم. حاكم إقليم سيلا جنرال محمد إردبو وخلال كلمته أكد بأن هذه البادرة التي جاءت بتوجيهات من قبل سيدة البلاد العلا حين دي بيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير لا شك أنها ستضع حدا لمختلف أمراض العيون. هذا ومن المقرر أن يستمر المقيم الطبي لمدة أسبوع كامل.
نظم اتحاد الرياضي بحي مرسال الكائن بالدائرة السادسة مباراة ودية بين لاعبي القدام للاتحاد مع اللاعبي الجدد بملعب باري كونغو، حيث جاءت المباراة في خلال الشوط الأول بالتعادل، وجاء الفوز لصالح لاعبي القدماء للاتحاد الرياضي بحي مرسال لتصبح النتيجة النهائية للمباراة 2-0. كما شهدت المباراة أيضا حضور عمدة بلدية الدائرة السادسة ورئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية، والذي أشار إلى ضرورة وأهمية تنظيم المباراة الودية بين لرفع من معنويات اللاعبين القدماء والجدد. كما وصلنا هذا البيان الصحفي من وزارة البترول والطاقة، استقبل وزير البترول والطاقة السيد بشير مادي بمكتبه يوم الجمعة 5 يناير 2018 رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا السماك النائب البرلماني علي كوسو، وتناول خلال هذا اللقاء دور رجال الأعمال بالمنطقة والأزمة الاقتصادية الحالية وفرص حشد رجال الأعمال في منطقة السماك حول قطاع النفط والطاقة. وشكر وزير البترول والطاقة بشير مادي رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا على هذه الزيارة. أعزائي المشاهدين، هكذا ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. تقبلوا مني تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار، في أمان الله.